لماذا بدأ الإطار يغادر قصة الأذرع المسلحة ويظهر بغطاء المحافظة على القواعد العسكرية الأمريكية؟ حقيقة يعني مسألة يعني الإطار بدأ يتجاوز أو يحمل الفصائل المسلحة، كما يعرف الجميع أن الحكومة هي بقيادة إطارية بحتة، ومن المستحيل أن يجازف الإطار بهذه الحكومة وأن يخلق أزمات لا محلة. وإن خرج من هنا وهناك بعض الفصائل المسلحة التي أحيانا تستهدف القواعد الأمريكية، ولكن الملاحظ أنها لن تعلن رسميا، نتكلم بكل صراحة، أن هذه الجهات لم تتبنى هذه العمليات بتصريح واضح أو بفعل واضح، وإنما هنالك أعمال فردية يقوم بها بعض الأفراد. المجازفة بهذه المرحلة طبعا الخطرة، من المستحيل أن ينجر الإطار لمثل هكذا صراعات ولمثل هكذا صدامات، وخاصة أن الوضع العام والوضع الإقليمي حقيقة يعني من الصعوبة أن يدخلون بهذا المنزلق الخطير. الإطار التنسيق الذي تشكلت منه الحكومة الحالية حقيقة يعمل جاهدا لعبور هذه المرحلة ولعبور هذه الأزمة بشكل رطب وبشكل سلس، وخاصة نحن كما يعرف الجميع هنالك نوعا من الإرهاصات قبيل انتخاب مجالس المحافظات.